جايه اقول انا ضد الانقلاب، جايه اقول عايزه رئيسي، جايه اقول عايزه حقي كطالبه، مش عارفه اعبر عن حقي في المدرسه، مش عارفه اللي بيتكلم في السياسه دلوقتي بيتحاسب بيتعاقب كانها بقت جريمه، واحنا كنا شايفين الحريه في عهد مرسي، كان عيل صغير بيقول رايه. ما دلوقتي احنا مش شايفين اي نوع للحريه، جايين اول ما طلبنا حريه بعد كده الشرعيه اللي احنا رئيسنا اللي احنا انتخبناه. انا بشارك النهارده علشان اللي حصل في كليه الازهر احنا متضامنين معاهم وبنقول لحكم العسكر لا، احنا ما يحكمناش عسكر، احنا عايزين مصر تبقى دوله مدنيه، احنا بنرفض حكم العسكر، واحنا طبعا متضامنين مع الشهداء وهنجيب حقهم ان شاء الله، والمعتقلين ان شاء الله برضو هنجيب حقهم، وهنرجع ان شاء الله مصر دوله مدنيه تاني، ويسكت يسكت حكم العسكر. ايه رايك في جسد الجامعه كل يوم ما بين اشتباكات او الامن بيخش الجامعه يضرب طلبه او كده؟ طبعا احنا بنشاهد قمع في كل حته، مجرد اللي احنا بنلاقي اي حد رافض للحكم العسكري بيبتدوا يتعاملوا معاه بأفشع المعامله، بيضربوهم بيهنوهم، مش فارق معاهم بنات ولا اولاد. اخر حاجه كانت حصلت في الكليه الازهريه الدراسات الاسلاميه في الاسكندريه، بتاع الامن ضربهم وبهدلهم، احنا في مدرستنا لما عملنا وقفه في المدرسه ضربونا وبهدلونا وعملوا لنا محاضر في امن الدوله، يعني انا بنت في اولى ثانوي يتعمل لي محضر في امن الدوله، مجرد ان انا رفعت شعار رابعه، هي دي الحريه يا جماعه اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ هي دي الديمقراطيه اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ قولوا لي فين الديمقراطيه؟ مجرد اي حد معارض لرايكم بتضربوه وبتعتقلوه، مش فارق معاكم بنات ولاد، بلد ما فيهاش رجاله ماشي غير الثوار، السيسي دوت خاين وقاتل وعباح بكل شيء، ومعاه ناس بيعاونوا وزارات الداخليه وفي كل مكان، مش فارق معاهم بنات ولا اولاد، بيعاملونا بكل قمع بكل ذل، هي دي بلدنا، بلدنا المفروض اللي احنا نحس بيها بالامان، هي دي المدرسه اللي احنا عايشين فيها، اللي هم بيخوفونا منها، بيخيفونا نقول راينا، احنا دلوقتي سمونا ارهابيين، طب قول لي حضرتك فين الارهاب؟ احنا ولا هم؟ الارهاب هو اللي بيضرب البنات، هو اللي بيعتقل البنات، هو اللي بيعاملنا بكل ذل، بكل ذل، بكل بجاحه، مفيش اي حاجه من الديمقراطيه، وانا اصلي النهارده عشان ارفض حكم العسكر، وهنسقطوه باذن الله، وهو ساقط قريب، واحنا الطلبه ولينا اراده، وزي ما عملنا ثوره 25 يناير وفجرناها، هنفجر ثوره من جديد، وهنرجع رئيسنا، وهنحمله كمان على كتفنا، وهننتصر، والنصر قريب باذن الله. ودي بلدنا ومن حقنا ان احنا يعني ناخد حقوقنا في بلدنا، ده اقل حق للانسان، حتى ان هو يعبر عن رايه، حتى احنا لا بنعبر عن راينا ولا عايشين عيشه بني ادمين حتى. نطلع بنعبر بكل سلميه وكلنا شباب مش ارهابيين زي ما حضرتك شايف يعني، وفعالياتنا كلها بعيدا عن الاخوان احنا فعالياتنا شبابيه، وبنطالب بعوده الشرعيه وبنطالب بعوده الرئيس مرسي.